طبعا ده نموذج لبطاطس مزروعة بدون أي مبيدات. بوجه فيه الشكر والتقدير للمهندس شواهيد على المجهود اللي عمله في تركيب المركب ده، وإن هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته. ده هو عايز أوريكم، يعني شايف أنا لقيت الورقة مقلوبة، شايفين النضارة وشايفين النظافة، بصراحة عجبتني يعني أهي شايفين. فأنا بشكر مهندس شواهيد على المجهود اللي عمله، بشكره على النموذج المشرف ده، بشكره إن هو هيقدر يعني المصريين ياكلوا حاجة نظيفة، هياكلوا حاجة بدون أي مبيدات، وداعا للمبيدات ومرحبا بالطبيعة. وده طبعا كله ده من خير الطبيعة، مجموعة زيوت طبيعية من إنتاج مصر 100% أدت للنتائج الجميلة اللي أنتم شايفين. أدي نظافة الورقة، وده شايفين أهو، أدي حتى بشوف الحجر اللي تحت أهو، شايفين بسم الله ما شاء الله أهو. لو عايزين نفخر طبعا، مش عايزين يعني حاجة، بسم الله ما شاء الله. بالنسبة للبطاطس حاجة بسم الله ما شاء الله، هي طبعا ربنا يزيد ويبارك. الانتاج برضو هنصور الانتاج، وهنقدر نعمل الحصر لكمية الانتاج، ونشوف انتاجية الفدان، هل المركب ده زود قد ايه في انتاج الفدان. احنا بالنسبة كمجموع خضري بسم الله ما شاء الله، نظافة نضارة، مفيش عندي اي مشاكل خالص، لا فطرية ولا حشرية، في حيوية للنبات، في مناعة النبات عالية جدا جدا. بنصور معاك هو، بنوريكم نموذج فيه من اكثر من زاوية. ده نموذج بطاطس بدون اي استخدام اي مبيد، كله هو مركب توب بريفكت. ده انتاج مصنع توب كيميكال. تحياتي للمهندس شواعيد، تحياتي للمهندس محمد شواعيد على المجهود اللي هم عاملينه والمجهود الجميل ده، وان شاء الله بالتوفيق، وشيء يعمم في مصر بالكامل ان شاء الله، ويعمم في الوطن العربي ان شاء الله. تحياتي لحضرتك.